Letalski napadi, porušeni domovi in smrt najbližjih. To je še vedno realnost za nekaj milijonov sircev, ki upajo, da bo vojne končno konec. Škarja in platno ima v rokah politika, za katero pa se zdi, da nima pravega interesa sesti za mizo in se pogovoriti o mirni prihodnosti države. Na okrog mirovnih pogajanj v Ženevi tako prinaša stare probleme, že slišane očitke in malo upanja na preboj v pogajanjih.

فان توقعاتنا ضئيله والنظام لا يزال يلجا الى تكتيكاته بالمماطله لعرقله التقدم في الحل السياسي ففي الوقت الذي تاتي فيه قوى الثوره والمعارضه بوفد واحد وتتجاوز كل العقبات وفي الوقت الذي يسعى فيه السيد المبعوث الخاص الى انهاء طور المحادثات السياسية والبدء بمفاوضات جدية ومستوينرة وحقيقية وفق جدول زمني حدده قرار مجلس الأمن نرى اليوم أن النظام لا يأتي إلى المفاوضات أتودي چي سيرسكا владة إن أوبوزيتيا سيدتا زا بوغايالسكو ميزو تو نزا غتاوليا سيرسكو كريزو نام ريش بوغانيو تودي انترسي أوبوزاريا بوليتيشني أناليتيك موحامد أماري قوى المتصارعة على سوريا اليوم تستخدم الوكلاء لتحقيق مصالحها كأصلاء اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تستخدم قوات سوريا الديمقراطية لتوسيع نفوذها في المنطقة الجانب الروسي يسعى لاستقطاب القوات الكردية ولا سيما أن تسيطر على مقارب من 30% من مساحة سوريا استمرار الخلاف العدائي ما بين الجانب التركي و الأكراد وإدخال المزيد من القوات التركية هذا الأمر أيضا سيعرض العملية السياسية لالعرقلة. سيرت اوبتيميزم ابتيمزم فسأنو نزابوشا. ورياميو دابي تكرت له كو برينستلا نبريدك. نتمنى طبعا أن يكون المؤتمر نهاية للمؤتمرات السابقة وحل مباشر لل.